شركة سياحة ولا؟ لا مدير، لا عضو في رابطة السياحة. عضو في رابطة السياحة؟ اه. كنت عايز اعرف من حضرتك تأثير تطبيق تنظيم الهلال القرار اللي صدر من السعودية عليك كشركة سياحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الأول بس أنا عايز أقول لحضرتك إن تأثير الفين ريال على تطبيق رسوم الالفين ريال على العمرة ده يأثر بنسبة 80% من الناس اللي بتطلع، بمعنى 70% حضرتك من شركات السياحة، 70% في الشغل اللي في شركات السياحة كلهم على الناس المتوسطة، بمعنى الناس اللي هم مزارعين، الناس موظفين، الناس عمال، دول 70% اللي بيطلعوا، ال 30% سيادتك دول هم أصحاب أعمال. ده بيأثر سلبيا على الرحلات، بيأثر على الطيران، بيأثر على بالنسبة في السعود علينا احنا هنا بيأثر علينا في الشغل، مفيش شغل، ما حدش هيطلع عندك. انت بتطلع كام مثلا في الشهر؟ مثلا 500 رحله، هتطلع 50 رحله ما يجازيش معاك. ده لو هتطلع في الشهر مثلا 100 رحله، هتطلع 20 رحله، هتطلع 15 فرد، مش هتطلع رحلات خالص. ده التاثير السلبي على شركات السياحه، خرب بيوت بمعنى اصح. وده يعتبر يعني مش عايزين نهاجم برضو ولا عشان ده قرارات سياده، ولكن بقول لك بيأثر علينا بشكل سلبي بنسبه 90%. هم طالبكم ايه اللي انتوا عاوزينه بحيث ان القرار ده يتم ارجاؤه؟ هل انتوا عاوزين ارجاء القرار ولا تعديل القرار؟ ارجاء القرار، ان ممكن بعد كده سيادتك يزود كمان الرسوم علينا. النهارده يقول لك 2000 ريال، بعد كده يقول لك 3000 ريال، بعد كده يقول لك 4000 ريال، كده ما حدش هيطلع العمره دي خالص نهائيا. طب هل الشركات دلوقتي شغاله ولا لا؟ ولا رحله. توقف من عندكم ولا من القنصليه؟ من الاثنين سيادتك. حتى تسهيل قفلت، التسهيل اللي بتخلص تأشيرة الزيارة قفلت، ان مفيش حد ولا شرحه شركة سياحة وثق عقده مع الوكيل السعودي. طب تأثير ارتفاع الريال عليكم ايه؟ خرب بيوت. الاسعار بتزيد في رحلات العمرة بنسبة 100%. حاله تطبيق ال 2000 ريال؟ اه طبعا. ما تحرير سعر الصرف، ان حضرتك عندك الرحله الطبيعيه اللي بتمد النبي مثلا بتعمل مثلا متوسط 6000 جنيه، هتعمل 16000 جنيه. تطبيق قرار ان ال 2000 ريال يعملوا 9000 جنيه مصري متوسط سعره.